أنا من عائلة أمي كانت منفصلة على أبويا، إحنا خمسة يعني قاعدين ببيت، وهذا البيت كان يدفع لنا إيجار أبويا حتى هو مطلقها وتزوج. بس بعدين رجعوا أبويا وأمه، ويعني أمي تقبلت زواجه الأول وظل أيام هناك وأيام يمنا. فأمي ربتنا، وخاصة من إحنا كنا مبتعدين عنها، بكيفنا، يجينا مصرفنا، يجينا الإيجار، شنو نريد، معلمتنا على الاختيار. أني بكيفي أختار اللبس اللي أريده، الأكل، كل واحد وبكيفه. وهي هاي طبيعتها، ما تدوخ نفسها، تسألنا شو تحب تاكل اليوم، شنو تلبسين المدرسة، يا بلوزة يا يعني هيج، كنا بكيفنا. لحد اني بالسادس ابتدائي قلت اني بس السادس وما اداوم مدرسة بعد، اني تعبت. يعني من جد احكيها اني طفلة، هي امي مصدقتني، ايه خلاص تطلع السادس وكيفش، تبطلين بطلي. يجب أن نبني عند الاستقلالية، لكن الاستقلالية بدون توجيه هذا تخبط، وأيضا يجب أن تكون يعني القرارات حاسمة. صح، إحنا أوكي الطفل نعلمه نبني شخصيته، لكن دائما ما نعطي هذه القرارات ولا نعطي هذه الخيارات بدون توجيه. التوجيه أولا والتربية، ومن ثم بناء هي الشخصية تنبني على هالأساس. أني الطفل من أخلي مجموعة خيارات أمامه، أكيد هو راح يختار الخيار الأسهل، لكن من أجي أني أوضح له أنه هذا الخيار الأصعب بفائدة إلك، فائدته كذا وكذا وكذا، وهذا الخيار فائدته كذا وكذا فقط، أما هذا الخيار ففائدته محدودة. صح هو سهل لكن فائدته محدودة، والمفروض كانت تخليها من اختارت أن تكون تترك المدرسة بصف سادس ابتدائي، وإحنا كنا نعرف هي في مرحلة مراهقة، كان المفروض أمها صح ما تقول لها لا هذا الشيء ممنوع وما يصير وما تفرض عليها، لكن تبدي توجهها وتخلي أمامها الخيارات. خلصت السادس، تجحت طلعت قالت لك ها كملي، قلت لها لا ماما انا قاعد بالبيت اساعدك، قاعد في البيت، وظليت اطلع وياها مثل السوق ساعتها بالبيت. بس انا متونسه يعني عايشه حياتي، اباوع التلفزيون، اباوع افلام كرتون، حياه حلوه ما عندي، بكيفي، مخليتني براحتنا، بابا مو دائما موجود، واحنا كنا اطفال يعني، اكو اكبر مني بس هم اطفال مو، فبراحتنا وحياتنا حلوة، وكيف بدنا نحكي ورأينا يسمعنا وبابا يجي يسمع رأينا، هاي حياتنا احنا نختلف. أنا ما كنت يعني واعية وأعرف ليش أمي هيجي، أثاري أمي هي كانت من احنا صغار قاعدة ويا بيت جدي، بيت جدي كان كل شيء بكيفهم، كيف جدي وبيبيتي، وما لهم أي تصرف. فأمي من منفصلة بسبب بيت جدي، لأن هم كل شيء بكيفهم، يتدخلون بلبسنا، بأكلنا، بتصرفاتنا، بكل شيء، كل شيء يتدخلون. فأمي يعني هذا شلون صاير عندها تريد تعوض، تريد تعيش بحريتها، فإحنا هيك. فأني ما كنت أعرف هذا الموضوع. الولد والبنية راح يتأثرون، يعني قد يكون بنفس الوضع، لكن في حالة إنه الأطفال كانوا فقط بنات راح يكون التأثير أقوى. وجود هذه المشاكل في حياة الزوجين، قد البعض يقول إنه الأفضل إنه تبقى المشاكل ويبقون مستمرين في يعني وضعهم، وضع الارتباط، حتى على مود الأطفال. حقيقة أنا ضد هذا الموضوع، هذا ما يسمى بالطلاق العاطفي، استمرار الحياة الزوجية بدون انفصال، لكن أكو انفصال داخلي وسبب أصعب هاي مشاكل. الاستمرارية بالزواج.
حقيقة هذا خطأ. استمرار العلاقات الزوجية وماكو في داخلها مشاعر أو ما يسمى بالطلاق العاطفي، حفاظا على أساس أنه حفاظا على الأطفال، الأطفال أكثر تحسسا بهذه المشاكل. لا يتصور الزوجين أنه مهما قدروا يخفون هذا الموضوع الأطفال يحسون به، لهذا هو يعتبر أكثر وقعاً على الأطفال. لكن الانفصال بحد ذاته أيضاً يعتبر يعني شيء نقدر نعتبره يهدم حياتهم. لكن في حالة أنه كان الزوجين أناس متحضرين وتهمهم حياة أولادهم، المفروض يبتعدون عن التعنت، يبتعدون عن الأنانية، لأن هاي مهم جدا. هم أوكي انتهت الحياة بيناتهم، ماكو داعي للحرب بعد، انفصلوا، راح يكون بيناتهم أطفال. هذول المفروض الاثنين يتخلون عن أنانيتهم في سبيل تربية هؤلاء الأطفال اللي هم ما لهم ذنب، كل ذنبهم أنه هم انولدوا لأبوين هم اختاروا هذه الحياة وبعدين هم رفضوها. لهذا احنا دائما نوجه الزوجين في حالة وصولهم إلى مرحلة اللا عودة لازم يتخلون عن أنانيتهم ويفكرون بأطفالهم ويحاولون أنه تكون بيناتهم نوع من المشاركة في تربية هؤلاء الأطفال والاتفاق على أنه يربوهم بدون هذه التراكمات، هذه الصعب. احنا دائما نسائنا، أغلبية نسائنا ربات منازل، ربات بيت، ما عندها احتكاك بالشارع، ما عندها احتكاك بالجيران، ما عندها احتكاك بدوائر الدولة. الرجل راح يكون عنده احتكاك بالشارع، اللي احنا نقول بين قوسين الشارع العراقي، من راح تقتصر على تربية الأم للبنية راح تكون في التربية خاصة نوعا ما بها دلال، تمام، وبها تنبيهات، لكن التنبيهات والتعليمات مو مثل تعليمات الأب. فلازم يكون دور الأب فعال بالبيت، لازم يكون شخصيته، لازم يكون كلمته مسموعة حتى البنية تمشي بشكل مستقيم، وما يكون يعني مجحف بحقوقها، ما يكون متعسف بالتعامل ويا البنت، يعني هي أول وتالي هي البنت انخلقت من جنس حواء، انخلقت من عظم لين، عبارة عن إحساس ومشاعر، فراح تتأثر بالتربية القاسية، وبنفس الوقت راح تتأثر بالتربية اللي احنا نسميها الدلال القوي، فاحنا لازم نكسر ونجبر بهذا الموضوع. كبرت وأني أشوفهم، أشوف بيت جدي وهاي، بس ما كنت ألاحظ هذا الشيء. مثلاً أني إذا أكلة ما عجبتني من يعزمونا أقول لهم ما أحب أكل هيكي، أمي عادي تعطيني غير شيء أو هاي بالسكتة، ما توصلها لأجدادي أو أحد يعرف بيها. ترى هم هذا الشيء ممنوع، تأكلين حالك من حال بقية، شو يسوون تسوي؟ أنا ما كنت أعرف هاي الأشياء. صرت كبرت شوية 14-15 سنة، قالوا ما دام هي قاعدة بالبيت وأني كبرت وحلويت، وبني يعني بدوا جيراني ينعجبون، هاي البنية تنطيها ما تنطيها، أم شلون فرحت بي وأنا أكبر البنات شنت هنا. تدخلوا قالوا ما تنطوها تكبر شوية لابن عمها، ابن عمها ما حد اعترض، ولا كنت أعرف انه حياته بتختلف عن حياتي. ف وحتى قبل يعني قلت هو زواج حلو، الولد يجي ويروح، ما يعني اشوفه مثل اخواني، بس صارت نظرتي الى تختلف انه هذا راح اتزوجه وهو همتين، ومن يجي لازم اني ابدل وعدل وشعري وارتب، لان هو جاي مثلا عيد او مناسبه او اي شيء. لحد ما وصلنا يعني تقريبا لل 18 سنه تزوجنا.
هي ذكرت الحالة أن والدتها كانت مطيتهم مطلق الحرية والاستقلالية منهم أطفال، لدرجة أنه هي في صف السادس ابتدائي قررت البنت أنه تترك الدراسة، والأم قالت لها كيفك، كانت أي شيء تريد تلبس أي شيء تريد تأكل، يعني كان أكو نظام في تقول أني صغيرة، وكان أكو نظام أنه الأكل هذا الموجود في بيت جدها، بيت الجد قبل انفصال الأم، ما كنا نريده، وهم كانوا يقولون لا يعني أكو نظام ولازم تمشون عليه. فأمي حسب قولها، أمي كانت تعطين يعني تعطينا غير أكل بعيدا عن أنظار بيت جدي. هي لا زالت تتصور أنه تربية أمها وتعامل أمها وياها هو الصح، لكن حقيقة هذا ما يعتبر صح. أولا الأم كانت زوجة قبل الانفصال وعايشة في بيت عائلة لهم نظام معين، هي ما قدرت تعيش ويا هذا النظام، انفصلت أوكي، لكن الأب ابتعد كان يصرف، ومن ثم عادت العلاقة بين الأم والأب، لكن الأب متزوج يعني مو 100%، لكن موجود الأب. هنا الأم اتخذت قرار أنه تتصرف مع بنتها مثل ما هي تريد فقط بعيداً عن عائلتها، والمفروض هذا الشيء يعني تخلي في بالها أنه هي تنتمي إلى عائلة، وهاي العائلة لها نظام معين، مال يعني أنه تحرمها نهائياً وما تفهمها شنو نظام عائلتها. مثلاً إذا كانت البنية خرجت كلية تمام وهي أقرباء وانفرضت عليه أنه تتزوجه، وهو خريج نقول سادس ابتدائي ما متعلم ما طالع، عايش برعاية والده أو يشتغل عند والده، ما عنده فد راتب، ما عنده فد وظيفة مكونت له فد كاريزما شخصية يتعامل بيها مع الآخرين وبالأخص مع الزوجة بالحياة الزوجية، هنا راح تسبب عدة مشاكل من ضمنها ذكرت لك مسبقا العامل الاقتصادي اللي هو العامل المادي، العامل النفسي راح يقول لك انه انا تزوجت صح تزوجت بنت عمي، لكن بنت عمي طبقتها اعلى من طبقتي من ناحية المادية ومن ناحية الاجتماعية، فراح تبدي المشاكل تأثر على حياتهم الزوجية. وين تزوجنا اول اسبوع كانت الحياه شو اقول لك ورديه، عروسه وطبوا وتطلعوا يعزموني وين ما اروح وشايليني بالصلوات، وهم مرت عمي وهم عندهم شناين اكبر وعائله كبيره، هم هم طالعين من بيت جدي بس باخذين نفس الاطباع مال بيت جدي ما متغيرين، مثل لان ابوهم نفس التفكير، فالامي صايره نفس الشيء وباقي. انا رايي يجوز يختلف عن راي جنابك الكريم، راح يختلف عن راي الكادر، راح يختلف عن راي المشاهد ايضا. انا اقول اذا قصه حب فاكيد يعني قصه الحب دامت لها اقل شيء فالسنتين واحد يعرف الثاني، بس ايضا انه احنا دا تجينا حالات طلاق عبر قصص حب، قصه حب 5 سنوات وهم اي يعني صارت مشاكل وتطلقوا، والزواج التقليدي كذلك نفس الشيء. يعني هي المشكله احنا قلت لك تعددت حالات القرابة بالزواج والمشكلة واحدة. ثامن يوم هو قال أنا راح أروح للشغل، وهذا أول يوم أحكي تفاصيل، لأن هو من بدايته بدأت المعاناة مالتي. الصبح قال أنا راح باكر الصبح أروح للشغل، فتتقدم من الصبح سوي له ريوق وتأييت تدلل، قعدت من 7 وب8 يروح سويت له ريوق وراح ولا ريوق، ردت النايمين كلها، ردت أصعد فوق هي قعدت الأمية قالت وين صعدة، قلت لها صباح الخير، صبحت عليها وعادي قلت لي سوي لها ريوق، سويت لها ريوق ظليت أسايرها وهيك شي، قالت تريقتي، قلت لها لا، قالت يلا تريق وياي، تريقت وياها أي، فكتبت لي قائمة كتبت لي قائمة مسوا، قالت يلا روح للسوق، قلت يا سوق أنا ماذا عند المنطقة، قالت أنا تعبت باعي
ونسوان اخوتك هم تعبوا وصاروا مسنين وما ادري شنو، بعد انت ياخذي هذا الدور، انا ما اروح بعد للسوق، انت روحي للسوق. زين قلت لها انا بعدني يعني ما عندي للمنطقه، زين خلي واحد يقعد وياي يروح، خلي وحده من البنات تروح وياي. قالت لا عفينا ما تعبانات، صارت اسبوع يخدمون بيكم. فانا خبرت زوجي، قال هاي امي وكلامها الطيعيه وهي كافية، أريدك تساعديها وانت سباعية. وقلت له مو هاي أنا ما عندي. قال شنو يعني؟ صعدي هسه أي سيارة توديش للسوق. أنا متشيت وقهرت لأنه شفته هو يعني ما أنطى صح، هو ما أنطى بالموقف، أنا خلي لي ينطيب أمه حقه، بس ما وقف وياي. بعض العوائل لا يزالون يعتبرون أنه هدف بنتهم هو الزواج، حتى اللي دا تدرس. يعني شوف الكلمة اللي تقال عادة انه يلا هي انتي اول وتالي راح تتزوجين، خدتي الشهادة وما خدتي الشهادة انتي راح تتزوجين. لكن هل انه اني من اخذ الشهادة او حتى من اتزوج هو هذا هدفي بالحياة؟ لا، اني من اريد اخذ الشهادة مو على مدة اتزوج لو على مدة تعين. أنا أريد أبني شخصيتي، أريد أزيد من علمي، أريد أفهم الحياة وبعدين أختار. وأما اختيار الأهل في هذا العمر صعب جدا، فهي دا تقول أنا من عمر 14 سنة بدأوا يجوني خطابة، سمعوا قالوا لا ابن عمها يريدها، تقول إحنا سكتنا، أنا سكتت. ليه سكتتي؟ إذا أنت ما تعرفين أهلك، ما تعرفين بيت عمك، ما شايفتهم، قد يكون شايفتهم من بعيد، ما لك علاقة بيهم، شلون سكتي وشلون بقيتي هاي الأربع سنوات لحد ما تزوجتي وأنت ما قدرتي تتعرفين عليهم؟ ما هو حتى لو وهي صغيرة طالعة من بيت جدها، هم أكيد بقت علاقات، أكيد يروحون وهي دا تتذكر. بالضبط، عائلة زيارات. والدليل انه هي تتذكر انه هم كانوا من يسوون نوع اكل والطفل ما يريد يقولوا له لا هذا موجود ما يصير، فهي دا تتذكر هذا الموضوع، تتذكر انه اكو حسم. بس هي ما تدري انه هذا الشيء، هذا بيت جد، ما تدري انه هذا انتقلت. اي انتقلت بعي. هو احنا من نشوف من إنسان عايش بنوع من ال ما نقول يعني ما نعتبرها فوضى، لكن من موضوع شوية عدم النظام والانتقال إلى النظام الصارم، أكيد هاي أكوفت هو كلش كبيرة. إحنا عايشين بمجتمع عشائري، مجتمع سود التقاليد والأعراف العشائرية. البنت اللي ما تقدر تدرس أو اللي أهلها فرضوا أنه تقعد بالبيت أول وتالي مثل ما تفضلت جنابك الكريم بسن 17 أو 18 أنه راح تتزوج، والزواج محتمل يكون يعني نسبة 20% قصة حب أوكي مخفية، أو 8% اللي هو الزواج التقليدي. طبعا الزواج استمر خير على خير، ما استمر راح ترجع البنية بعد ما تنفصل تبدي ينفتح عقلها بالمجتمع، تبدي تدور دراسة، تبدي تدور جامعة، تبدي تدور وظيفة، وراح ترجع تعيد حياتها من الباية الأولى ستيب باي ستيب. احنا نقول الستيب باي ستيب الأهل ما اشتغلوا وياها بشكل صحيح، اللي هي المفروض أني أخلي بنتي حتى لو ما كان عندها واحس بالدراسة، المهم أخليها بقسم أي قسم إنه يليق بطبيعتها، أخليها تكمل دراسة على الأقل يصير عندها انفتاح العالم الخارجي. ممكن أنه ترفض فكرة الزواج بسن 18 سنة، ممكن تقول لك أنا خليني أتخرج أو أتوظف أو ما أتوظف، على الأقل يصير عندي فالتجربة مجتمعية أو يصير عندي اطلاع على العالم الخارجي حتى باشر عقبة أنا من أتزوج أعرف أختار شريك حياتي، أو حتى إذا كان الزواج تقليدي على الأقل أعرف أتصرف ويا شريك حياتي. هاي للأسف يعني احنا دنعاني من عندها. طبعا احنا بهدفنا احنا كناشطين بالمجتمع المدني نثقف على هذه الظاهرة، ثقف يا بنت الحلال حتى لو كنتي مو موظفة، لو حتى لو كنتي مو دارسة، ودنقترح على مجلس القضاء الأعلى انه ينزل في التعميم بالنسبة للمتزوجين الجدد او الخاطبين الجدد، انه قبل عقد الزواج يفوتون
بدورة تأهيلية بإشراف باحث اجتماعي. تمام، احنا شلون نقول علاقة الخطوبة؟ يراد لها فد 4 أشهر 5 أشهر، واحد يعرف الثاني، يجوز ما واحد تناسق ويا طبيعة الثاني، بالتالي راح تتولد حالة طلاق، البنية راح تنكسر رقبتها، لأنه احنا مجتمع قلت لك عشائري، عندهم فد يعني فد صورة عن احترام الأخواتنا المطلقات المنفصلات، إذا هاي مطلقة إنه معناته إنه فاشلة بالمجتمع، وهذه الفكرة جدا خاطئة. فأني من خلال قناتكم أيضا أكرر مطالبتي وندائي قبة البرلمان، المجلس القضاء الأعلى، قضاة الرحمة، قضاة الإنسانية، إنه يخلون فد فترة زمنية للخاطبين الجدد، هذا يكون شرط، ماكو عقد زواج مباشرة، أروح عقد أنا عقد زواج وخلص مع السلامة مع السلامة، لا، أخلي فترة 3 أشهر فترة تعارف ما بين الزوجين ما بين الشريكين، لأن هم ما طالعين سفرة أو ما رايحين بعقد عمل، هاي حياة زوجية راح تستمر مدى العمر، فممكن إنه الطرف الآخر ما راح يتفهم الثاني أو ما راح يتفهم ذوق الثاني وما راح يتفهم رغبات الثاني. رحت يعني بس جبتي ورحت سألت ياباني السوق، جبت القائمة مثل ما هي واجيت، من اجيت قلت لي يلا نسوي الغداء لانه البنات تعبانات واستوهم قعدن ودي ورايقون جهالهم هون، يعني سويت اللي اقدر عليه، ما اقول لك اني اعرف اطبخ، وهاي ناس بقت تنتقد وناس ضلت تحكي والاكل وما ادري شنو، انا بس ابكي ما اعرف اتصرف وياهم، ما متعوده على هذا الشيء، ما اعرف اردهم شو اقول لهم، اخاف لا اقول كلمه انه لا تخلوني اطبخ، خاف تبدي حزازيات، هاي من اول يوم اجى هو ها وما اكلت طبعا، قال ليش متاكلين ويانا؟ قلت لهم لا مو خطية، هو ما ماكل غير من يجي اكل وياها، ها اسم هسه عزتي نفسك، انا اسمع بس ابكي الصراحه. بهذا اليوم اجى هو قال لي ها، قلت له هيك وهيك صار بالتفصيل، قال يلا عادي تتعلمين الطبخ يصبينا اكلنا، قال يلا زين ايش دعوه هم هيك يعني ما يشوفوا اكلك كلش مو زين. زين انا ارتحيت من شفته هيك يعني شجعني، بقيت هاي كل يومية هذا الروتين مالتي، اقعد من الصبح اريق واروح اتسوق اسوي الغداء، ها مو بس هاي انه اغدي واغسل مواعين وراي اشوف اساعد شنو بالعشاء، يعني على طول انا وياهم. ايش قد ما يكون ظالم يخلي واحد بس يشتغل والبقيه كلهم، اللي فهمته من كلامها انه هم عندهم اولاد، وقالت لها انه هم اخذوا دورهم في التنظيف وغيرها وهاي، فأكيد لهم دور لكن الدور بسيط، بما أنه هي متزوجة جديد وبعد هي شابة وما عندها مسؤوليات. أنا ما دافع عن الأم، الأم المفروض هذه كان جتي جديد أخذها تدريجيا، وهي تعرف أن أمها منفصلة وهم بعيدين، فالمفروض ما أجي رأساً بعد الزواج مباشرة تعالي روحي للسوق وتعالي سوي هيجي وسوي هيجي، لا تدريجيا، ويعني ما عاملها كأنه هي جاية تكرب، وهذه هي بشر جاية دخلت في حياة جديدة تسوي مثلها، هي الأم مو هي دخلت كزوجة وبنت هذه العائلة، فهذه هم جاية تبني عائلة. اشتغل حتى هو قال لي انت ضليت مهتمين بنفسك، قلت له ما لحق يعني، وين كنتي باسبوع العرس؟ شلون مهتمه؟ شلون لبسك ومكياجك؟ قلت له ما لحق. فهو حكى ويا امه قال له اني تقول له اني ما لازم انت ما تروح تعدل نفسها، وها فظليت يعني احاول اوفق بين هذا الشيء حتى هو يشوف الاهتمام نفسه وهم هم نفس الشيء. احيانا تكون علاقه حب بين الاقارب وهي اللي تحدد، وأحيانا تكون علاقة حب أثناء الجامعة أو أثناء الدراسة أو جيران أو غيرها، ما نقدر نجزم 100% أنه علاقات الحب تبقى هي مستمرة، لأن إحنا كنا نعرف أنه فترة العلاقات وفترة الخطوبة وهذه تقريبا هي مصطنعة مو حقيقية، إلا إذا كانت عشرة مثلا قوية أو هذه. لكن إحنا نريد ننتبه على شيء مهم جدا، وهو أنه هذه البنت
خارجة من بيت، كل بيت إلى خصوصيته، إلى وضعه، نظامه. دا تدخل في بيت آخر أيضا إلى خصوصيته ونظامه وطبعه. هذا الموضوع إحنا ما نقدر نقول إيش قد ما هي تعرف، غير إنه من تعيش، تعيش في هذا البيت وتمارس طقوسه وهذه. لكن تفكير خاصة هذه الحالة، تفكيرها إنه الشغل السوق أوكي، بس هو نظام، هو نظام يعني عادي. لو فرضنا هي في بيتها ماكو عيال، وزوجها يطلع الصبح أكيد تقعد وياه سوي ريوق، هذا في شيء كلش طبيعي. يطلع الزوج وتبدي هي تبدي بشغل البيت. شهر عدى على هذا الموضوع، وراها انفجرت ما تحملت، لأن هاي مو عيشتي ومو حياتي. خبرت على أهلي قلت لهم تعالوا خذوني. أمي هنا اجتي، أمي تعرفيها يعني إنه مثل ما قلت لك إنه هي شريد آني تنفذ أمي بدون ما تفكر أصلاً. اجتي سلمت وها قالت خليها ويانا يعني ناخذها كم يوم، لأنه هي صار شهر ما شايفينها. هم بين المؤيد ومعارض، يعني الناس قبلت أروح وناس ما قبلت أروح، عبالك يتخذون قرار، عبالك يعني ما أعرف كيفهم. أنا يعني كلام خليته كأنه ما سامعته، وخذت كم لبسة ورحت ويا أمي. بقيت يومين، ما أطلع عن يومين، كل ساعة يتصلون والأمة تتصل وهو يتصل، وشنو أنت تبين يومين ويوم واحد وبالشهر إلك يوم، يعني حاربوني حرب مو طبيعية. طبعا هي الزوجة انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، هي المرأة أو البنت انتقلت من مرحلة بنت أهلها إلى مرحلة نقول تشنى أول شهرين أو ثلاثة شهور، لأنه مرات تصير اتفاقات يابا إحنا تبقى تشنى لمدة سنة سنتين ويطلعون ببيت يعني منفصل عن بيت عيالها هي وزوجها حتى يكونون عائلة وتمشي هاي العائلة بحب الله ورسوله. لكن جنابك الكريم سألتي سؤال، تقولين ليش أنه الزوجة الجديدة إذا كانت تشنى راح تتعامل بعنصرية؟ لأنه ماكو ثقافة مجتمعية بين أفراد مجتمعنا. إحنا المفروض صراحة يعني المفروض العاتق يقع على برامج التواصل الاجتماعي. عندنا إحنا فالشخصيات جدا قوية، الشخصيات بدال ما تروج للمحتوى الهابط أروج لي عن موضوع أسري. مثلا عندنا بلوغرات، هسا عندنا بلوغرات، كل بلوغر عندها فد 5 مليون 6 مليون، إذا نزلت فد موضوع مجتمعي يخدم العائلة العراقية راح تصير فد تغيير حلو، وراح تستمر علاقات حلوة. راح لأنه إحنا صراحة المجتمع مو فقط انتقادي، وإنما مجتمع تقليدي. لو ما مجتمع تقليدي ما راح تكثر هاي الحالات اللي هي من مشاكل وطلاقات ومجتمعنا اللي هي اللي طرأت على مجتمعنا. إحنا نقول بعد 2007 و2008 اللي هي المسلسلات التركية، برامج التواصل الاجتماعي الغير محجوبة من قبل هيئة الاتصالات، برامج البرنامج التيك توك. انت عندك علم برنامج التيك توك دمر عوائل كاملة؟ عندك علم برنامج الانستغرام والسناب كل البرامج دمرت عوائل كاملة؟ عندك علم المسلسلات التركية شقد نساء ورجال اقتدوا من عندها؟ هذا كله ترى يسبب تفكك أسري، وراح يسبب عنصرية ما بين أفراد العائلة. انت جنابك الكريم تفضلتي تقولين انه ليش تشنى الجديده بدها تتعامل بهذا التعامل اللي مو من مقامها. يقول لك تشنى جديده فات 5 شراين بالبيت، بيت كبير تمام وافراده هوايه وما يحبون يطلعون. انا قلت لام، قلت لها هاي طبيعي يعني هاي اللي يصير عندهم. قالت ها هاي ماخذه نفس اطباء اجداد. قلت لها ليش هم شبيهم؟ قلت ترى هم هيجي، انت ما جد تلاحظين، انت ما تدرين، انا ما احكي بمشاكل قبيل، اريد تعوضكم. قلت يعني انت شايفه كل هذا الضيم وقبلتي انه اني؟ قالت ما انا ما على بالي انه هم هيجي، يعني هي امي من نوع مبتعده عنهم، ابتعدت كلش عنهم، ما يعني مو مثل قبل، ومن نروح يجاملونا يعني عادي، او يمكن عندهم صار عادي هذا الروتين، بس بالنسبه لنا احنا صعب الموضوع. قلت له تحملي وهو خوش ولد وهذه. انا قلت لا،
ما اتحمل. من ارجع اشوف صرفه وياهم قلت للولد ياباني هيك عيشتي وهاي طريقتي وهيك امي مسويتني. طبعا ابويا ما له اي دور بهذا الشيء، ملتهي بعائلته الثانيه وحتى ما اخذ رايه ولا اسولف للي جاي يصير وياه. وحتى هم عيالي ما كانوا يوصلوا له لان يدرون كل شيء يم امي مو يمه هو، فبيوصلوا له اي شيء. الولد قال لي انا تعذريني انا كيف اهلي. قلت خلي اتحمل. بقيت نفس المعاناه، صوري يدخلون حتى باللبس، يعني اللبسه اللي انا حلو انه كان نيشاني وهذه ما بتدخلين بالذهب وهاي كله مخليني انا براحتي وما حسيت بهذا الشيء. بس بعدين اذا اريد اروح للسوق مثلا اشتري شغله وهي ما تدري انا اشتغلت، لان انا من ارجع لازم افوت عليهم يشوفون شنو انا جايبه بالعلاقه. اللبس اللي اشتري يظلون ينقدونه ويقولون هذا الذوق ما حلو، تشبيك تجيبين هيك اشياء، وهذا النقد يعني شلون الحرب حرب نفسيه صارت. صرت يعني حامل اول طفل، قلت ملكي الله يتغيرون لانهم منتظرين اني يفرحون بالطفل. ما تغير اي شيء وبقى نفسه ضغط علي ويركضوني واني فوق ودرج، ومع ذلك يعني الله قواني. وصار الطفل الاول، من صار الطفل الاول بقيت يوم 10 ايام ما قبلوا انه اروح لامي، صار طبيعي. فعشرة ايام بس وقمت اشتغل، وبعد صار عندي طفل قلت لازم اتحمل. كبر الطفل نفس الشيء نفس الروتين، انا شبه تعودت. بس وصلت انه هذا الطفل ظلوا يعلمونه اشياء مو حلوه، مو انا تربيتي يعني مو انا، ويعاندوني بتربيته. فصارت المشاكل تزيد وصارت مشاكل ويا الاطفال، ويعني هم اطفال حمويني وهاي. فاني قلت له خلاص انا بعد خدمت وعبالك عسكريه وتحمليت على مودك على مود الطفل، خلينا نطلع. ما لي انا حل غير نطلع. فظليت ازعل واروح لاهلي. هو مصر انه يبقى ويا اهله وهاي امه وابويا وشلون اعوفهم. فصارت مشاكلنا تكبر، صارت توصل للعمام، صاروا يسمعون ويجون يحجون علينا علي وعلى امي. فوصلت انا مرحله انه بعد ما اتحمل. قلت له ضليت من ارجع وازعل شو تريد تسوي سوي. ورا شهر راحت الاهل تكلمت مع امها وبعدين رجعت تقبلت الموضوع. هي هنا بدت من يعني صار عندها ولد، بعد ما صار شافت اكو تدخل في تربيته. هنا نوقف، هي من حقها. التدخل في تربية الأبناء صعب جدا، حتى لو كانت هي صغيرة وبعد هي ما تعرف، لازم تتعلم، لازم هذا الشيء يكون له خصوصية. علاقتها بزوجها، قراراتها، قراراته، يقعدون يتفاهمون اثنيناتهم. تدخل الأهل صعب جدا، يخلي الزوجة تحس انه هي ما إلها قيمة، وبنفس الوقت تضعف من شخصية زوجها أمامها. صح هو يشوف انه هذا الموضوع انه أهله ولازم يحترم آرائهم وهذه، لكن أمام زوجته حتكون شخصيته ضعيفة. عندنا الأطفال مدللين، الطفل اللي عمره سنة وسنتين ما راح يتعلمون طبعا، أكيد بكل البيوت العراقية ما راح يتعلم انجليزي ولا راح يتعلم فرنسي ولا راح يتعلم آية قرآنية، راح يتعلم على الغلط. مثلا يعني عمه علمه على غلطه حتى يضحك على مود يصوره، تمام. الام مايه من راح يشوف ابنها بهذا السن 3 سنوات او 4 سنوات انه بدا يتلفظ الفاظ سوقيه او الفاظ خارجه عن اطار الحياه، ما راح تقبل. فتقول لك انا احصل التربيه بيني وبين زوجي حتى يطلع ابني باكر عقبه وبنتي باكر عقبه ذات اخلاق جيده ترفع راسي بين اقربائي وبين المجتمع، احسن ما السوده التعليمات اللي او التربيه اللي تدخل من طرف الجد او البيبيه او العم او الخاله. لحد ما بيوم من الايام فاجئني، زعلت يعني مثل كالعاده. ورا 3 ايام دز لي ورقه الطلاق يعني مالت السيد. انا ما انصدمت بها اصلا، فرحت بها لانه شلون هم وانزاح وجت من يومهم. بس أنا من يعني عرفت خابرت
وحكيت عليهم وتجاوزت عليهم وخامرت على أبوي، بس من فعالي يعني تجاوزت على عمامي وعلى الوضع، قلت له أنت السبب وأنت يعني كلش يعني وياهم خربت وياهم، فكلهم صاروا ضدي. طلاق يعتبر تأسفي إذا كان طلاق سيد أو طلاق شيخ، تمام، وصلتها الورقة للباب، يعتبر طلاق تعسفي إذا كانت ساكنة ببيت واحد منزل واحد، تستحق هي كامل حقوقها الزوجية من حاضر وغايب ومن نفقات ومن تعويض عن الطلاق التعسفي مع حق سكنة 3 سنوات، تسكن بالبيت اللي كانت ساكنة بيه 3 سنوات. ماكو حق سكنة، تبقى بقية الحقوق الزوجية اللي هي الحاضر والغايب وجميع النفقات وتعويض عن الطلاق التعسفي. هو ده أقول لك الحقوق الزوجية من حاضر وغايب، الحاضر من ضمنه اللي هو الأثاث والمخشرات الذهبية، أما الغايب هو المسمى الغايب مالها قد 10-15 مليون، حتى إن كان وفق المذهب الجعفري أو الحنفي. بس أنا وأمي، فهناك تاني لازم يعني أخذ حقي وحق ابني والحقوقي والغرفة ماتي وهاي، بس ما كنت أعرف إيش أسوي لحد ما أمي يعني سألت الناس وظلت تستفسر من واحد الواحد، قالوا أنت لازم تخلي المحامي. رحت طلعت أدور على محامي خير يعني شوية بوضعنا لأن إحنا على قدنا، ساعدني، ظلت سويت قائمة الأثاث ماتي وأخذت الأثاث، وهو يعني صارت لي حقوق وانطاني ياهن، الله شاهد انطاني ياهن كامل، لا قصط ولا شيء مثل الراد يخلص مني، انطاني ماتي الفلوس المؤخرة، انطاني ياهن نقدا هيك، وبالمحكمة جابهن. هذه الحالات جدا نادرة بمحاكمنا، حتى إن كان متعسف بطلاق زوجته فأني أهنيه على رجولته، ويعتبر رجال بنظري أنا كرجل، لأنه يجوز غلط بحقها، تعسف بحقها المعنوي كطلاق، لكن حقها الشرعي والقانوني انطاه إياه دفعة واحدة، هذا أنا أسميه رجال وعلى رأسي أنا شخصيا، علي دا أشوفه بمحاكمنا على أقل النفقات. نفقة شنو النفقة؟ شنو 200,000 بالشهر؟ تبقى المرأة العراقية مستحسلة بدوائر التنفيذ، ودوائرنا احنا يعني ايضا من خلال قناتكم وكادركم المحترم والمهذب الناشد، احنا ناشد وزارة العدل بالمرحلة او بالمرتبة الاولى. روحي هسه جنابك كريم انت او تعالي فد يوم وياي افوتك الاحد دوائر التنفيذ وشوفي اخواتنا شو متبهدلات على مدة تحصل نفقتها اللي هي حقها القانوني والشرعي، تمام، من زوجها. خب احنا اذا خاطبنا وزارة، اذا قطعنا راتب خاطبنا وزارة، طبعا هو راح يكون منسق بالوزارة ويا القانونية، منسق ويا المالية مال الوزارة، يا ترى زوجتي رفعت عليها دعوة، اخروا لي هسه الراتب لا تقطعوا لي اياه، شمروها 10 اشهر، تمام. هاي تصير جدا تصير، وما نريد نسمي او ما نريد نرفض الوزارات المعنية، الوزارات لها دور طبعا ودوائر التنفيذ لها دور. المرأة العراقية بموضوع الطلاق، ذكرتي لي هسه جنابك الكريم، هذه الحالة انطاها الحاضر والغايب دفعة واحدة، هذه حالة نادرة بنسبة 2-3%. بس بقت نفقة الطفل وقالوا هاي لازم يا أما هو يعني شلون تتفقين وياه، محامي يتفق وياه انه يعطينا نفقة بدون ما يرفع قضية، هو مغلس على الموضوع هسه، هم هماتين يقولون لان تطاط شوية عيشي بين هاي الفترة وعفو النفقة هسه على صفحة، أنا مصرة إنه أخذ النفقة مالتي، بس هم العمام يعني ما يقبلون إنه أرفع النفقة، وأقدر أنا أرفعها بس أخاف تصير مشاكل ويا أبويا أو يهدون علينا أو إيش يسوون، لأن يقولون إحنا طيناك المؤخر كله هذا عيشي بيه، زين أنا إلى متى أعيش بيه؟ أنا أريد ابني لحد ما يكبر تبقى إلى نفقة، فهذا الشيء أنا بعدني ما أقدر أسوي أي شيء. هنا في هذه الحالة هو فعلا يعتبر تعسفي، انت من اتخذت هذا القرار، هم عائلتين يعني عائلة بيت عمه وعائلته، هنا من اتخذ هذا القرار ادى ولد وزوجة واهل زوجة واهله، هو اتخذ القرار وظاهر هم يعني دافعين لهذا الموضوع وهو موافق عليه مشجعي،
يعني بتشجيع من الأهل، هنا وكأنه محضر نفسه الغايب والحاضر والغرفة، وهذه هنا هي راح تحس أنه حتى لو هي محبته، هي تقول أنا فرحت من استلمت، لكن بالحقيقة لا، شعور داخلي حيكسرها، لأنه هي بيئة أهلها زعلانة، كل تفكيرها أنه يجي يدللها، يجي يقول لها شنو اللي مضوجك، يجي يقول يحاول أنه يعني يسعدها، يحاول أنه يخفف من معاناتها في بيت أهلها، تتفاجأ بأنه يدزلها ورقة الطلاق، كأنه هي وجودها كل هاي الفترة لا شيء بحياته. أكيد هذا راح يسبب لها حالة، وهي فعلا اتخذت يعني تحاول عندها دفاعات نفسية تريد تطلعها، أي ردت فعلها بأنه هذه الدفاعات النفسية تخليها أنه تتحكم في أنه ما يشوف ابنه. أنا نصيحتي للأخوت اللي متعرضة لهذا الموضوع، إذا هي كانت متمكنة ماديا وتقدر تصرف على ابنها، خلي تتغاضى عن النفقة، لأنه طريقها بادر في مبادرة جدا حلوة، واحترمها واحترام حياتها الزوجية المسبقة وياها، وانطاها حقوقها دفعة واحدة. أنا بالنسبة لي كمحامي وناشط ومدافع عن حقوق المرأة، علي دا أشوفه بدوائر التنفيذ، خاصة دوائر التنفيذ ومخاطبة دوائر التنفيذ البقية الوزارات، لو كانت قاعدة عد عيالها وعز زوجها بظل المشاكل، أحسن لها مدفوض دائرة التنفيذ، لأنه هي الدائرة نفسها تذل المرأة المطلقة حقيقة. وأتمنى هذا صوتي يوصل، وأنا مسؤول عن كلامي ومستعد أوصل للجهات المعنية كلامي بصورة وصوت، شون المرأة العراقية مذلولة بدوائر التنفيذ وبوزارة العدل. وحتى المحامي قال يعني أنت تقولين أنت مهدديش، ونقدر حتى لو نثبت أنه مهدديش، بس بعدين ما أضمن إيش راح يصير، لأن هاي عشاير، هاي مو شغلة يعني أنه محكمة. فقال لك كيفك تريدي أنا هسا سويت شيئا هالقضية وما بيها إشي، بس أنا خايفة وما سويته. الولد لا، هو ما شافه، بس أنا عرفت معلومة هاي المشاهدة، هو يريد يشوف الولد بهاي الفترة، فردت أسويها أنه وحدة بوحدة يسوي المشاهدة، إذا أريد يشوف ابنه يسوي لنا النفقة. فأنا أخيرا إذا تريد تشاهد ابنك يسوي لنا النفقة، لأن هذا حقنا. وأشوف هذا التصرف يعني مو يعني حرمه، بس أشوفه هذا الصحيح. زوجها أو طريقها، هسه صار طريقها، بادر وياها مبادرة حلوة وانطاها حاضر وغايب. الطفل ماله ذنب، الطفل أول وتالا ماله على أبوه، لحد ما يتوظف أو يتزوج. احنا ما نقول العمر، يس عندنا 25 سنة قايم دعوة على أبوه، طالب كلية مثلا، تمام، تخرج من الكلية ما عنده وظيفة، ما عنده وظيفة، لا القطاعات الخاصة دا توظف ولا القطاعات الحكومية دا توظف. فأول وتالي راح يقيم دعوة على أبوه. الولد احنا ماكو مشكلة، الولد يدبر نفسه، أول وتالي هو رجال بالشارع. انت تحكي لي على بنية، البنية اللي هسه رابع وثالث كلية، وأكثر المعدلات هسه بالفترة الأخيرة معدلات ما تتقبلها الكليات الحكومية، فقط الأهلية. شو راح تدبر أقساطها السنوية؟ شو راح تدبر معيشتها من لبس، من ميكاب، من خط روحة جاية؟ وخاصة إذا كان الوالد متمكن. أكو آباء متمكنين لكن يستحسف نفقة، يستحسف 200,150 بابنه وبنته. احنا هاي الحالات دا تجينا بشكل يومي صراحة. احنا كمحامين واحنا كمدافعين عن حقوق الانسان ككل، دا تتعب نفسياتنا، والله دا تتعب نفسياتنا. واحنا الحمد لله وشكر ما محتاجي، عندنا شغلنا وخير من الله، لكن دا تتعب نفسياتنا على المقابل. تتعب نفسيتي على طالبة السادس تتوسل بابوها، بابا انا نجحت من السادس، اريد قصط، بس اريد قصط وفلوس مال ملابس اداوم بيها، متى تستحصلها؟ هي دت تأذي ابنها، هي مدت يعني صح، يمكن دت تسوي فتشي قد يغضب زوجها، لكن هي دت تأذي ابنها، وهي تعرف كل زين
مو شرط انه الولد يكبر، لا، الطفل يحس ودائما يريد وجود امه وابوه. انتوا اتخذتوا قرار تكونوا بعاد، اوكي، لكن بلا هالحرب كونوا متحضرين، اقعدي وياه قولي له مثل ما انت من طلقتني احترمتني وهذه وهذا قرارك وانا احترمه، لكن هذا ابنك، انت ما تريدني انذل على مود ابنك، ولا تريد ابنك ينذل في بيت مو بيتك. هي قاعدة ببيت أبوها لكن هذا مو بيته، صح، هو جده أبو أمه وهم هم أقارب لكن مو بيته. وهو أولا وأخيرا الولد من يكبر راح يكون سند الأبو، فإذا أبوه ما كان إلا سند منا لما يكبر ما راح يعرف أبوه بعدين.